يعني هذا المعرض احنا في الحقيقه ضاعفنا الميزانيه 3 مرات لنمكن يعني صناعه الكتاب وهذا المهرجان يعني حول الكتاب، مهرجان الثقافي حول المهرجان، لكي يقوم بما يمكن ان يقوم به من اهتمام ومساعده للكتاب والناشرين التوانسه بصفه عامه، وتحفيز للمطالعه ودور المطالعه والمكتبات العموميه. يعني نحبوا حركيه حقيقيه في السياق هذايا. ان شاء الله التوجهات الكبرى اللي حكينا عليها يكون يقع احترامها، وان شاء الله تونس تشع بمبدعيها بكتابها بمثقفيها بباحثيها، هذا الاهم، باش نخلق حول الكتاب ديناميكيه وحركيه تنمويه واقتصاديه وواجهه لتونس. ونحمل إلى أجيال تجيء من بعدنا حياة وليدة بين ثقافة الأخ الكريم والصديق العزيز محمد الثاني، التي هي عمود من أعمدة النشر في العالم. إذن اخترنا هذه السنة أن يكون شعارنا هو نقرأ لنعيش مرة ثانية. بالمرة ففي كل كتاب جديد نلتقي بإخوتنا في الإنسانية، نتحاور معهم، نحاورهم، نصغي إليهم، نختلف، ولكننا نظل دائما نحب الحياة. هبط التليفون. يسعى إلى كتابة السردية الفلسطينية بمحمولها الرمزي ضد البربرية في الرقمية وفي معنى المنظومة كاملة بصفة عامة يلزم الاشتغال عليها، والدعم هذا اللي باش تعطيه الدولة، وهذا دورنا كدولة هو ندعم القطاعات هذه اللي تعيش في وضع صعيب الحقيقة، وعندها نعرف الوضعية نتاعها، فالدعم نتاعها باش يمكن أيضا من معناها المنظومة كاملة إن شاء الله يعطيها وقع إيجابي. روحان